فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا معناه أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا من أمته، لأنه خليل الله جل وعلا، فهو خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، والخليل لا يشارك في الخلة، الخليل يخلص الخلة لمحبوبه فلا يشرك معه أحدا في الخلة، الخلة لا تقبل شريك الاشتراك. وأما المحبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا بكر، وهو أحب الناس إليه، ويحب أصحابه ويحب المؤمنين، فالمحبة تحب الله عز وجل وتحب رسوله وتحب المؤمنين، أما الخلة فإنها لا تقبل الاشتراك. ولذلك لما رزق الخليل عليه الصلاة والسلام بالولد على الكبر وأخذ ذلك جانبا من محبته وشعبة من قلبه، الله ابتلاه فأمره بذبحه من أجل أن يخلص المحبة لله، فأقدم على تنفيذ أمر الله عز وجل بذبح ابنه إسماعيل امتثالا لأمر الله، فلما حصل المطلوب نسخ الله الأمر بذبحه وفداه بذبح عظيم، مما يدل على أن الخلة لا تقبل الاشتراك. فلذلك لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر خليلا مع أنه أحب الناس إليه لهذا السر. فهذا معنى قوله: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. فهذا فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، حيث خصه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام.